في تعليم الدوادمي ما شاء الله. سبق لها وان كان 11 سنه معلم، ثم 4 سنوات مشرف ما شاء الله. من هواياته طبعا القراءه، دورات عديده ما شاء الله اخذها في تعليم اصحاب الاحتياجات الخاصه بالذات كفيف البصر ما شاء الله، تعليم وسائل التعليم وطرق التعليم لوسائل المساعده لاصحاب الاحتياجات الخاصه. يا سلام. اخونا محمد يقول خذ التدريب بجديه. يا سلام، كلام رائع. هذا الرسالة. ويقول اللي ياخذ تدريب بجدية يلقى نتيجة. نسيت والله ايش كان قصته فيها. البقية. المهم اللي يلقى ياخذ تدريب بجدية يلقى النتيجة اللي كان يأمل إليها. يا سلام. ورسالته هو الجدية في التدريب. يا سلام يا سلام. وكل أمله إنه يكون جاد في التدريب لتقديم فيما يعني يتبع بعد ذلك، إن شاء الله يكون مدرب قدير وقادر على تقديم رسالة التدريب. يا سلام. تفضل استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفت في هذا المكان بالتعرف على أخي الكريم محمد بن فخر الدين الهاجري. ما شاء الله. رجل قام ومقام في المجتمع، جامعة تخصصه بكالوريوس علوم الأحياء الدقيقة ما شاء الله. ومن الجميل فيه أن الماجستير في نفس المسار، تطوير الذات في ونمو المعرفة في مجال الدراسة، هذا هو الأجمل. الأخ بدأ مشواره العملي في مدينة الملك عبد العزيز كفاحص للاختراعات، انتقل ما بين عدد من الوظائف في سابق وأرامكو، وانتبه الأمر كصاحب شركة في فحص الاختراعات، تسجيل الاختراعات. الرجل هدفه أن يصبح مدربا محترفا في مجال تخصصه ما شاء الله.